أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا سلط خلاله الضوء على معدن الكوارتز وأهم الصناعات التي يدخل فيها والدول الفاعلة في تصديره واستيراده، بالإضافة إلى التطرق للتجارة الخارجية لمصر بما فيها ما يتعلق بمعدن الكوارتز. وأشار التقرير إلى أهم الجهود المبذولة لتنمية هذه الصناعة في مصر، حيث تعد مصر من أكبر دول العالم التي تمتلك مخزونا ضخما من الكوارتز يتميز بنسبة نقائه العالي والتي تصل إلى 99.9%. وتتبنى مصر في الوقت الراهن استراتيجية لتوطين الصناعة المصرية، حيث حرصت القيادة السياسية على توطين صناعة الكوارتز في مصر، وذلك بدلا من تصديره كمادة خام.